حين يؤمن الإنسان بالحلم بكل ما يمتلك من طاقة، لا توجد أي عقبة تقف في طريقه، بل يحول تلك العقبات إلى سلم يرتقي به إلى النجاح لتحقيق حلمه ومبتغاه رغما عن كل محبط. فطريق النجاح متاح للجميع، والزاد الذي يحتاج إليه الجد والاجتهاد والمثابرة والكفاح والعزيمة للوصول إلى الهدف النهائي. وقد جسدت مها البلوشي كل ذلك إلى أن أصبحت اليوم أول فتاة تتولى منصب طيار ضابط أول في الطيران العماني، وتسعى لأن تكون كابتن طيار في المستقبل. قالت مها البلوشية: أنا أبلغ من العمر 29 عاماً، بدأت بدراسة الطيران بعد تخرجي من جامعة السلطان قابوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بدأ معي حلم الطيران منذ نعومة أظافري، ومنذ بلغت سن 4 أو 5، حيث كنت أعجب دائما بالطائرات وأصوات المحرك، وأعجب بطاقم الطائرة، وكنت أردد دائما أنني أريد أن أكون معهم بهذا المكان. وكان أبي يؤكد على فكرتي باستمرار ويحفزني ويقول: ستكوني يوما ما كابتن طيار. وتضيف مها البلوشي: لم تكن هناك صعوبات حقيقية، إلا خلال تحقيق الحلم كان حولي أناس محبطين، فحين يسألني أحدهم: ما الذي تفكرين فيه بعد الانتهاء من الجامعة أو المدرسة؟ فأجيب: الطيران. يأتي الرد سريعا: مستحيل تصيري طيار، حتى معلمات المدرسة كانوا يقولون لي أن أدخل مجال الطب أو الهندسة أو التربية، وأترك حلمي في مجال الطيران بعيدا، لأنه غير متاح للنساء في بلدنا. بالنسبة لي اعتبرت كل ذلك حافز حقيقي لأصل لطموحي وحلمي. فكلما جاءني شخص وقال لي: لا توجد لدينا طيارات من النساء، كنت أتساءل لماذا؟ فشكل لدي تحدي كبير لأثبت لهم بأنني سأحارب من أجله، ولن أغير نظرتي عنه كما توقعوا بعد أن أكبر. تقول مها البلوشية: أكبر التحديات التي واجهتها الغربة، حين اتجهت إلى أستراليا لدراسة الطيران، وذلك لأنها المرة الأولى التي أبتعد فيها عن عائلتي لفترة طويلة، فكان من الصعب علي أن أكون بمفردي، ولكن مع الوقت تكيفت مع الأمر ورضيت بالواقع. تتابع مها البلوشية: أول رحلة طيران لي كانت في أستراليا في عام 2010، وكان ذلك في اليوم التالي لوصولنا إلى أستراليا، حيث كانت الدراسة نظرية في اليوم الأول وتلته الدراسة العملية. أما شعوري فكنت أضحك كثيرا فرحا بأنني وأخيرا بدأت أحقق حلمي. والمدرب لاحظ ذلك وسألني عن سبب ضحكي، فأجبته بأنني فرحة لبدء تحقق الحلم الذي لطالما حلمت فيه منذ طفولتي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.